شيخ زلاف <سؤال> بونجور بونسواق صباح الخير او مساء الخير على اعزائي الطلاب ومتابعي قناه اوائل الفرنسيه لمسيو منتصر الجمالي بنحييكم جميعا طبعا احنا خدنا حتى الان يعني ثلاث حصص للتاسيس للصف الاول الاعدادي الصف الاول الثانوي وكل من يرغب في تعلم اللغه الفرنسيه ليه الامر اللي هو عايز يساعد ابنه والنهارده ان شاء الله معانا الحصه الرابعه حصه غنيه خليكم معانا للاخر فيها حاجات كتير هتستفيدوا منها كتير ولكن بفكركم اللي هو مش مشترك معانا في القناه يا ينزل حالا ويشترك في القناه ويدعم القناه بنفعل رمز الجرس اذا ما كناش فعلناه اول مره كمان الناس اللي هي مشتركه بالفعل يا ريت يدعمنا ب لايك وتعليق ونشر القناة بين زملائكم ليستفيد الجميع إن شاء الله قناتنا بتقدم خدمة تعليمية مجانية ويعني متكاملة إن شاء الله يعني الطالب لو اعتمد عليها تكفي اللغة الفرنسية لغة سهلة لغة جميلة تمام عايزة بس نبدأ بداية صحيحة ننطق نطق صحيح نتعلم ونعرف كلمات كتير وبالتالي يعني ممكن نتكلم اللغه بكل سهوله، أنا معاكم إن شاء الله لحد ما نتقن اللغة إتقان تام، تابعوني. النهاردة إن شاء الله حصتنا زي ما قلنا هي حصة غنية ومليئة بالموضوعات، هنشوف مع بعض كده إيه اللي معانا كده. هنتعلم النهاردة إن شاء الله بعض الكلمات الجديدة اللي بنسميها فوكابلار، تمام؟ هيبقى معانا كمان كومو جو مي بغيزونت ازاي انا ممكن اقدم نفسي كومو جي بريزونت دي ازاي انا ممكن اقدم اصدقائي لي فيرب الافعال ذات الضميرين نوع من الافعال هنشرحه مع بعض كلك سيتياسيون تمام بعض المواقف الجديدة اللي هنضيفها للمواقف اللي سبق ودرسناها كلك صون في بعض الأصوات الجديدة كمان هنشوفها في حصتنا النهاردة زي ما أقول لكم حصة غنية جدا تابعوني لآخر الفيديو ومعانا كمان في الواجب آخر الحصة يا ريت الواجب ما نهملهوش يعني احنا بندي واجب عشان انت تتعود على اللغه عشان تتعود على التمرين عشان ده هيبقى بعد كده اسئلتك وامتحاناتك. ف تحت في تعليقات الفيديو بنعلق كده بالحل بتاع الواجب بنكتب اشرح لكم كده لما نيجي لفقرة الواجب في اخر الحصة طيب هنشوف مع بعض كده بدايتنا وهنبدا ب يعني الالفاظ والكلمات الجديده اللي احنا هنبدا بقى نحفظ فيها مع بعض هناخد بعض أفراد الأسرة لا فامية مون بير مون بير مون بير بير يعني أب الوالد بابا تمام مو دي زي في الانجليش كده تعادل ماي الملكية يعني والدي الياء اللي انا مضيفها لكلمة والدي عبارة عن مو مو بنستخدمها للمذكر امام اسم مذكر وما هنشوفها امام المؤنث ما ماغ ما مير يبقى ما ديال للمؤنث مو للمذكر وان شاء الله يعني فيما بعد هنشرح القواعد دي كلها مون بير والدي ما والدتي ممكن اقول بابا مامو بابا مامو مون مامير ما مو فرير مو فرير مو فرير اخي مون فرير ما سوغ ما سوغ ما سوغ أختي، مون مونانكل مون عمي أو خالي أو زوج العمة أو زوج الخالة، ما طونت ما طونت ما طونت طنط الخالة العمة زوجة العم زوجة الخال، مو كوزان مو كوزان مو كوزان ابن العم. او ابن الخال او ابن العمه او الخاله ما كوزين ما كوزين بنت العم او الخال او العمه او الخاله يبقى انا عندي لي مون افراد الاسره مون بير. ما مير يا ريت ترددوا معايا مون بير. ما مير مون فرير ما سوغ مون اونكل Ma tante, mon cousin, ma cousine, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, mon cousin, ma cousine. Et on a quand même le vocabulaire Tani. On va voir. La classe. لاكلاس يعني بعض الحاجات اللي بنستخدمها داخل الفصل محتويات الفصل كيس كيليا دون لاكلاس ماذا يوجد في الفصل بتاعنا آه تابلو آه الفصل بتاعنا في سبورة آه تابلو آه تابلو اون تابل او أن بون اون تابل ام بون الطابل <applause> او البنك ده اللي هو ال الترابيزه اللي الاولاد يعني ايه بيقعدوا او بيحطوا الادوات بتاعتهم عليها اللي هو يعني ايه الدرج بتاعهم ان table ان بن ان شيز ان شيز الكرسي بقى اللي بيقعدوا عليه الطلاب يبقى ان تابل ان شيز ا تي اي وده اختصار لبعض الكلمات كده يعني ان شاء الله هناخد الاختصارات دي فيما بعد كده هيبقى عندنا ده بمعنى السبوره الذكيه او التفاعليه A تي ان اي A تي ان اي -E. بنطق كل حرف لوحده يعني عشان دي اختصارات لكلمات اساسا ام بي او دو بغف. ام دو بغف. ام بي مكتب المدرس ان كو ا بابيي une corbeille à papier سلة الأوراق أو المهملات يبقى عندي في الكلاس بتاعي في إيه؟ كيس كيليا أون كلاس ماذا يوجد في الفصل؟ إليا يوجد أن تابلو أون تابل أن بانك أون شيز أن تي إن إي أن بيرو دو بروفسور أو دو بروف ممكن أختصرها بروف un bureau de professeur une corbeille à papier un tableau saboura une table ou un pan le dorge يعني, une chaise le maquette un TMI saboura تفاعلية أو الرقمية أو الزكية un bureau de professeur مكتب المدرس une corbeille à papier سلة الأوراق أو المهملات Un tableau, une table, un pont, une chaise, un tennis, un bureau de professeur, une corbeille à papier. Bon, nous avons les verbes de premier groupe. أفعال المجموعة الأولى وعرفنا أن أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال اللي بتنتهي بالنهاية أغ وبتبقى النهايات بتاعتها أو عشان نصرف الفاغ بتاعها بنحذف الأغ وبنضيف نهايات القمية كوب اللي هي بتبقى زي ما احنا شايفين قدامنا مع ج أ مع تي أس مع الإيل و مع نو o n s v o z e l w al n t. يعني اي باغ بغمية جروب مجموعه اولى منتهي بالاغغ في المصدر بتاعه انا عشان ادخله في الجمله واقول انا اللي بعمل الفعل ده يعني هصرفه مع جو يبقى بحذف منه الاغغ واحط بدالها ا طب انا عايز اقول انت بتعمل الفعل ده فانا بحذف من الباغ اغ واضيف بدالها اس مع تو انت تفعل كذا هو أو هي أنا بحذف بقى الأغ وأضيف أ تمام نو نحن بحذف الأغ وأضيف بدالها أو إن إس فو بحذف الأغ وأضيف بدالها أ زد إيل وإل بحذف الأغ وأضيف بدالها إن تي تمام الضمائر خدنا إحنا الضمائر عندنا جو تو جو يعني انا ولما احب اصرف اي فعل مع او معايا انا كمتكلم لازم اكتب جو يعني مفيش حاجه بديل عنها تو نفس الكلام لازم اكتب تو انما انا عندي ايل وال ايل هو وبتعود على اسم مفرد مذكر ال هي تعود على اسم مفرد مؤنث تمام اي اسم مفرد ممكن أنا أكتب في بداية الجملة اسم الشخص أو الشيء اللي هيعمل الفعل، وممكن أشيل اسم الشخص أو الشيء وأحط بداله إيل إذا كان مذكر أو إل إذا كان مؤنث. الفاغب هيبقى تصريفه واحد معهم كلهم، يعني الفغب اللي هيتصرف مع إيل هو نفس تصريفه مع إل هو نفس تصريفه مع الاسم المفرد. تمام هنشوف ده بالأمثلة بعد شوية. طيب نو اسمه معموا يعني اسمه موا يعني انا لو قلت مثلا علي ايموا علي وانا تساوي نحن نو يبقى الفيرب اللي يجي بعد نو هيبقى اخره أو طيب الفيرب اللي يجي بعد اسمه موا زي علي ايموا برضه هيبقى اخره ان اس يبقى دي بتساوي دي دي هي دي يعني انا لو بدات جملتي بنو كاني برضه لو بدات الجمله باسمه موا هي كاني بدات بالضمير ايه نو بالظبط نحن كذلك فو انتم اسمه مع يعني انا لو قلت مثلا احمد اتوا سارة اتوا ندى اتوا تمام يبقى هنا كانها بتساوي انتم اللي هي الضمير ايه فو ايل وال بيساويها بقى plural اللي هو الاسم الجامعة تمام يعني ايه اسم جامعة انا لو قلت الي ايه احمد يعني علي واحمد تمام بيساوي بك اس طب أنا لما أقول مثلا صاغة إيه منى صاغة ومنى بيساووا لعبك إس تمام اللي هنا ناقصة إيه تمام طيب هنا إيل وإلعبك إس خلاص هما بيساووا الاسم الجمعي يعني لو بدأت الجملة باسم جمع مثلا أنا أقول علي إيه أحمد لما أجي أصرف الـ هيبقى لو فعل ده مجموعة أولى نهايته النهاية إن تي ليه؟ لأن النهاية مع الإيل والعبك إس بتبقى إن تي. <applause> خلاص يبقى خلاص ما فيش بتساويها لازم تكون موجودة والتي نفس الكلام لكن ممكن الاقي الجملة تبدأ بدل ايل وإل بتبدأ باسم مفرد طب الفرب اللي هصرفه هصرفه ازاي؟ هصرفه نفس التصريف مع الايل وال طب الجملة ما بدأتش بنو بس بدأت باسمه مع موا هاخد في الفرب نفس التصريف ونفس النهايات اللي باخدها مع النو دي بتساوي دي تمام كذلك اسمه معتوا هيبقى فو الاسم الجمع هيبقى ايه وإل أذك اس نشوف مع بعض عشان نفهم اكتر آية أنا ممكن أبدأ جملتي أو الآية إيكوت آية تستمع وحيبقى نهاية فيرب إيكوتي أ عشان ده فعل مجموعة أولى تمام وال إيكوت برضو النهاية أه يبقى آية كأنها ال بدأت الجملة بآية بدأت بآل، بدأت بأحمد بدأت بإيل بدأت بمنباغ والدي بدأت بماماغ والدتي منكوبا صديقي منكوزا ابن عمي ماكوزين بنت عمي كل دي اسمها اسم مفرد أي اسم مفرد كأنه إيل وآل يبقى الفرب اللي يجي بعده يتصرف تصريف الإيل وآل خلاص يبقى الاسم المفرد يساوي إيل وآل ألي ده اسم مذكر فهو بيساوي إيل يعني الجملة بدأت بعلي لما صرف الفرب كأني صرفه مع إيل بالضبط طيب افرض انا مثلا عندي آية اي اه اسمه مع موا بيساوي نو يبقى الفيرب اللي يجي بعد آية اي موا هيبقى كأنه جاي بعد نو يعني لو فعل مجموعة أولى هيبقى نهايته او ان اس زيها زي لو جا بعد نو طيب آية اي اسمه مع توا بيساوي الضمير فو يعني الفيرب اللي هيجي بعد فو هيبقى نهايته مثلا ازد يبقى برضو لو انا بدات الجمله بدل فوب أي ايت وا هيبقى الفيرب اللي بعدهم نهايته اي زد علي ايه احمد اه علي واحمد ده جمع مذكر يبقى بيساوي الى اس اية ايه ندى دولاء جمع مؤنث فبيساوي الى بك اس اكار انما اية ايه علي طبعا الى بك اس ناقصه اه هنا برضو في الكتابه يعني خطا كتابي فخدوا بالكم آية إي ألي ده هنا بقى اشترك مذكر مع مؤنث إذا اشترك مذكر مع مؤنث بناخد على جمع المذكر بيبقى إيلا بك إس هي مش هتفرق في تصريف الفيرب لكن هتصرف هتفرق في حاجات تانية بعدين إن شاء الله هندرسها خلاص يبقى إحنا عرفنا كده إن الاسم المفرد بيساوي إيل أو آل على حسب بقى مذكر أو مؤنث اسمه مع موا بيساوي نو اسمه مع توا بيساوي فو الاسم الجمع بيساوي إيل أو إيلا بك إس على حسب إذا كان جمع مذكر أو جمع مؤنث ده هيفيدنا في الدفوار اللي هنحله في آخر الإيه الحصة إن شاء الله تمام أو هسيبه لكم يعني تحلوه طيب عشان أنا بقى يقول لي إيه بغيزون تتوا قدم نفسك هحتاج لبعض الفاغب كده عشان أقدر أقدم نفسي تمام بوغ تي تيلي لكي تقدم نفسك هتحتاج لفاغب سابلي وده معناه يسمى أو يدعى فرب avoir وده معناه يمتلك او عنده او لديه او معه فيرب etre وده بمعنى يكون فعل سابلي ده مجموعه اولى بس له خاصيه كده في التصريف ونوع معين من الافعال هنصرفها افواغ ده واتر من افعال المجموعه التالتة يعني ايه يعني افعال شاذه كده ليهم تصريف يتحفظ مش زي المجموعه الاولى بقى اللي بناخد لها ايه قاعده نحذف ونضيف النهايات لا دول هنحفظهم حفظ عشان هنحتاج نستخدمه تمام انما باقي الافعال اللي علينا كلها تبقى ايه بروميير جروب مجموعه اولى ماشي يبقى إيه دي الافعال اللي انا هحتاجها لما يقول لي كده ايه قدم نفسك قبل ما نقدم نفسنا هنتكلم عن نوع من الافعال اسمها الافعال ذات الضميرين يعني فعل ذو ضميرين هو فعل عادي خالص من الافعال زي المجموعه الاولى اهو بنقول الافعال اللي تسمى فعل ذات الضميرين تصرف مثل اي فعل مجموعه اولى الافعال اللي عليكم يعني في البدايه بتبقى كلها مجموعه اولى الا ان الزياده ان قدامها كده س اس اي تمام او اس ابوستروف تمام بيبقى لها تصريف خاص بها وهنشوف مع بعض ايه يعني السي دي وليه بتتصرف بالشكل ده نشوف مع بعض كده عشان نفهم من خلال المثال ادي مثلا فعل سيب بغيزونتي لو انا خدت بغيزونتي لوحدها معناها يقدم طب سيب بغيزونتي يقدم نفسه يبقى السي ده ضمير مفعول بيعود على الشخص نفسه يعني بقول ايه بدل ما اقول انا اقدم فلان لا انا اقدم نفسي فانا هتبقى جو ونفسي هتبقى هي السي يبقى الفعل ذو الضميرين هو فعل مسبوق بس او اس ابوستروف بيبقى لها تصريف خاص هنحفظه مره ونمشي بيه على طول تمام والفعل بعد كده بقى مجموعه اولى هيتصرف عادي تصريف المجموعه ايه الاولى بتاعته ادي مثلا لما صرف فعل سي بريزونتيل ويقدم نفسه حول ايه ج بريزونت شايفين النهايه ايه إيه؟ يبقى احنا حذفنا الاخ وضفنا النهايه إيه؟ والسي دي بقى مع الجي تتحول ميه؟ طيب ايه معناها جو يعني أنا وبغيزونت أقدم وميدي معناها نفسي كأني يعني قلت أنا أقدم بس مش بقدم شخص آخر بقدم نفسي عشان كده سموه فعل زو ضميرين في ضمير فاعل اللي هو جو وضمير مفعول اللي هو مي اللي هو نفسه الفاعل تمام يبقى دي ضميرين ضمير فاعل وده اسمه ضمير مفعول عشان كده سميت افعال ذات الضميرين السي دي بقى بنصرفها على حسب الفاعل لو جت مع جو نخليها مي جو مي بريزون انا اقدم نفسي ت بتتحول الس إلى ت والفعل عادي أهو نهايته إس، يبقى تي تي بريزونت أنت تقدم نفسك. إيل سي بريزونت، إيل سب هو يقدم نفسه مع الإيل وإيل مش بتتغير، بتفضل زي ما هي. إيل سي بريزونت، إل سي بريزونت. وفيما بعد هناخد بقى مع النو مع الو مع, مع الايلا انا بس بكتفي الاول بضمائر المفرد لما اشرح الحاجه اول مره عشان انتوا يعني تفهموها وتبقى سهله عليكم تمام ما بحبش ادي المعلومه كلها مره واحده فتبقى يعني ايه في لخبطه كده تمام يبقى انا اي فعل بقى هيبقى مسبوق بس او اس ابوسترف اذا كان بادئ بحرف متحرك هنسميه فعل ايه زو داميرين. عرفنا يعني ايه يعني بيبقى في جملته كده في ضمير فاعل اللي هو الجا والتي والال وال وضمير مفعول اللي هو بيعود على نفس الفاعل انا بعمل الحاجه نفسي انا بقدم نفسي تمام جو مي بريزونت يبقى سي ايه تصريفها مع ج تتحول مي مع التي تبقى تي مع الايل تفضل زي ما هي سي ومع الإل تفضل زي ما هي سو جو مي بريزونت تو تي بريزونت إل إل سو بريزونت <applause> تمام يبقى ده كده بالنسبة لأي فعل ذو ضميرين هنصرفه بالشكل ده على طول في عندنا فعل ذو ضميرين هستخدمه وأنا بقدم نفسي اسمه صابلي يعني صابلي يعني يسمى أو يدعى ابيلي لوحده يستدعي أو ينادي لكن صابلي لا يعني هو يسمى هو يدعى خلاص فهنا طب ليه هي اس ابوستروف ما هيش قال لي عشان من الفعل ده بدأ بحرف متحرك فأنا لو قلت س هتبقى تجيلة في النط طيب عشان نخف النط ننطقها مرة واحدة نقول إيه سابلي 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 كأن نطقتها ضمن حروف الإيه الكلمة فهو تسهيل لعملية النطق تمام نصرفه عادي خالص بس الفعل ده ليه خاصية كده هو مجموعة أولى عادي حازف ال R وأضيف نهاية المجموعة الأولى أس بس هنا أي فعل في اللغة الفرنسية بينتهي قبل الال اي ال بنضعف ال ال يعني ايه نضعف نخليها 2 ال مع جميع الضمائر ما عدا نولفو. تمام طب نشوف كده التصريف بتاع الفعل ده هيبقى ازاي اهو جو مابيل جو مابيل جو مابيل يبقى ادي جو النهايه معاها اه بس انا ايه عملت ضعفت ال ال ده عشان الفعل منتهي هنا بـ ال ار ودي خاصيه بقى في المجموعه الاولى اي فعل ينتهي بالـ ال ار لازم نخلي ال دي اتنين ال مع كل الضمائر ما عدا ان خليها زي ما هي ال تمام وادي السي اصبحت ايه مي هي مي بس احنا خليناها ام ابوستروف زي ما قلنا عشان الفعل بادئ بحرف متحرك جو مابل انا اسمي جو مابل جو مابل جو مابل تو تابل تو توتابل انت اسمك انت تسمى توتابل جو مابل جومابل جو ايل صابل ايل صابل احنا قلنا مع الايل وايه مش بتتغير السي تمام آل صابل جو مابل. انا اسمي جو مابل مسيو منتصر انا اسمي مسيو منتصر توتابل مثلا توتابل احمد توتابل منى تتابل فاطمه ايل صابل ايل صابل علي ال صابل ال لوسي وهكذا جو بال تو ايل ال صبال انا اسمي انت اسمك هو يسمى هي تسمى ده فيرب صابلي يدعى او يسمى اول فعل بحتاجه وانا بقدم نفسي بقول لحد اسم ايه عندنا كمان من الافعال اللي هنحتاجها كتير فعل افوار افوار زي ما انتم شايفين ما هوش منتهي بالار يبقى ده ما هوش فعل مجموعه اولى ده من ضمن افعال المجموعه الثالثه ما هيش علينا دراسه بس علينا منها بعض الأفعال اللي نحتاج إحنا نستخدمها كتير وإحنا بنتكلم عن عمرنا وإحنا بنتكلم عن الحاجات اللي معانا تمام منها بقى الفيرب ده فيرب أفوار معني يمتلك عنده معاه لدي يعني إنت لو عايز تقول أنا عندي أنا معايا أنا لدي أنا أمتلك كل ده هتحتاج لفيرب أفوار زي ما قلنا هو يحتاج لازم نحفظه حفظ عشان هو فعل شاذ يعني ايه ملهوش قاعده في التصريف ايه تصريفه يبقى ازاي يعني لو انا عايز اقول انا امتلك هل اقول انا جو وبعدين اقول افوار لا لازم اصرف افوار ازاي تصريفها اهو جي يبقى الاي دي هي عباره عن افوار اللي هو امتلك يبقى جو يعني انا والاي دي معناها عندي او لدي او معايا يبقى انا لما اقولها على بعضها جي 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 طيب يا مسيو أنت ليه بتقول جي؟ ما بتقولش دي لوحدها، ما هو دي لوحدها بتتنطق جو، ودي إيه؟ إحنا حذفنا بقى ال عشان تخفيف النطق قلنا إيه؟ على بعضها جي جي جي، يبقى لما أقول جي يعني أنا معايا، أنا عندي، أنا لدي، تُيا تي تُيا تُيا تُيا، تي تي جي تُيا تي إلا إلا. إلا 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 جي تيا إلا إلا جي تيا إلا إلا جي أنا عندي تيا أنت لديك أنت عندك إيلا هو عنده هو لديه هو معه هو يمتلك كل ده إلا هي عندها أو هي تمتلك جي تيا إلا الى الفيرب اللي هنحتاجه برضو واحنا بنقدم نفسنا فيرب تاني من افعال المجموعه الثالثه اسمه أتق أتق ده زي فيرب تو كده في الانجليش اللي هو يكون تمام عايز تقول انا اكون وتتكلم بقى عن وظيفتك اكون مدرس اكون طالب عن نوع انا اكون ولد او بنت عايز تتكلم عن صفة أنا أكون ذكي مثلا يبقى كل اللي هتحتاج تستخدم فيه فيرب إتر اللي هو يكون تصريفه إيه؟ جو سوي جو سوي جو سوي يبقى لما أقول جو سوي يعني أنا أكون توي 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 إيلي إيلي إِلَي suis إلي. 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 جو سوي جو سوي توي

كل جزئية بنشرحها بكل إخلاص وإتقان عشان أنتوا يعني لو أنت اكتفيت بالقناة هتبقى كفاية ليك تمام فيا ريت ما تبخلوش علينا بدعم القناة عشان القناة تكبر بيكو تمام وتنتشر بيكو إن شاء الله تمام ولو حد بيشاهدنا وهو مش مشترك يا ريت يعني يدعمنا بالاشتراك تمام؟ احنا يعني بنتابع كل شيء وبنبقى سعداء جدا باي تعليق باي كلمه حلوه من حد منكم تمام؟ فيا ريت يعني ايه ما تبخلوش علينا بده نكمل مع بعض كمان تمام؟ بحاجه جديده كده قبل ما ندخل في تقديم النفس عشان هنحتاجها برده في تقديم النفس اللي هي لي إلو نومبر. يعني الارقام ونومبر الاعداد والاعداد والارقام الفرق بينهم الشيفر ده هو الرقم الفردي يعني آه زيرو آه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اول ما يبقوا اتنين او اكثر بنسميهم نومبر تمام يبقى شيفر يعني من زيرو لحد تسعة اللي بعد كده بقى كله بنسميه نومبر اللي هو مكون من رقمين او اكثر تمام ده معنى شيفر ونومبر آه زيرو 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 ا دي بنطقها ازاي آه ان شاء الله احنا هناخد في الصوتيات في حصص قادمه يعني كده حاجه اسمها الحروف الانفيه آه دي بتتنطق كده زي الالف بتاعت كلمه احمد ا آه بس من الانف يعني ا آه ا آه منطقش ان ها لا ا آه ا آه زيرو 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 0 1 2 3 4 5.

نكمل سيس سيس الاكس في الاخر كده بننطق اكتر من نطق يعني ده نطق سيس ولو جاء بعدها حرف تحرك تتنطق زد سيس سات سات لاحظوا ان البي مش بننطقها هنا في الرقم سبعة سات سات ما قولش سبت لا سات سات ويت 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 neuf, 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 dix, 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 six, sept, huit, neuf, dix, six, sept, huit, neuf, dix, six, sept, huit, neuf, dix, sept, huit, neuf, dix. هنكمل كمان لحد خمستاشر ويبقى ايه آه بعد كده ان شاء الله هنبقى نكملهم كمان الارقام في حصة ونأخذ وناخد دلوقتي حاجه ثانيه بعد الخمستاشر. اونز 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 دوز ودي اعمار الطلاب في اعدادي كده تقريبا ودوز دوز هنحتاجها واحنا بنقدم نفسنا نتكلم عن عمرنا عشان كده انا بدات بالارقام قبل قدم نفسك دوز

تمام بوغ سي بريزونتي لكي تقدم نفسك حول كده جو مي انا اقدم نفسي جو مابيل سما جو مابيل سما جو مابيل سما جي 12 ans جي 12 ans جي 12 ans جي ان فرير جي ان فرير ان دي زي ادوات نكره كده يعني بتخلي الاسم بدون الف ولام قدام المذكر ان وقدام المؤنث اون وبرضه هندرسهم في قواعد قادمه جي ان فرير جي دو سور جي دو سور جو سوي زيلاف جو سوي زيلاف جو سوي الاف جو سوي اون في جو سوي اون في طيب نيجي نفهم مع بعض كل جمله جو مي بريزون أنا أقدم نفسي جو مابل إحنا اتفقنا ده فعل صبي اللي هو يسمى يبقى جو مابل أنا اسمي سما جي دوزون ده فيرب أفوار اللي هو يمتلك عشان كده قلت لكم هنحتاج الفيرب ده في تقديم النفس جي يعني أنا لدي دوزو 12 عام أو يعني عام جي دوزو جي أنا لدي أنا معايا أنف غير أخ خدنا من أفراد الأسرة

Je suis une fille. Je me présente. Je m'appelle Sama. J'ai douze ans. J'ai un frère. J'ai deux sœurs. Je suis élève. Je suis une fille. Je me présente. Je m'appelle Sama. J'ai douze ans. J'ai un frère. J'ai deux sœurs. Je suis élève. Je suis une fille. طيب يبقى انا كده عرفت اهو من فيرب سابيني وفيرب افوار وفيرب أتر ان انا اقدم نفسي ازاي لحد لو انا حبيت اقدم نفسي طيب غيزونتي ان كوبا لو انت عايز تقدم صديق مش تقدم نفسك بدل جو هتبقى ايل هو وغير تصريف الفيرب نشوف مع بعض كده تمام حولي ايه جي بريزون مون كوبان جي انا اقدم صديقي رفيقي جب جي بريزونت مون انا بقدم صاحبي ده جب بريزونت مون في خطأ كتابي هنا إل سابيل هي مكتوبة مي لا إس هنا سابيل أحمد إلى دوزون إلى دوزون إلى دوزون إيلا تغوا فغيغ إلى Elle a une sœur. Elle est élève. Elle est élève. Elle est samba. Elle est samba. نفهم مع بعض كل واحدة من دول إيه؟ Je présente mon copain. أنا أقدم صديقي. Il s'appelle Ahmed. زي ما تلقوا نصحح كده دي إس. Il s'appelle Ahmed. Il a 12 ans. هو عنده 12 عام. a trois. Il a trois 3... frères. هو عنده ثلاث إخوة أولاد يعني ذكور إلى تغوى فخاغ إلى ينسر هو عنده أخت إلي إلاف هو طالب أو تلميذ إلي سامبا سامبا يعني لطيف بوصفه بقى تمام يبقى نستخدم فيرب اتراهو في الوظيفة واستخدمته في الوصف وكمان في النوع لو عايز أقول ولد أو بنت تمام يبقى جو بريزونت مون كوبان إل أحمد إلى دوزون Il a trois frères, il a une sœur, il est élève, il est samba. Taip, il m'a dit Présente une copine. Présentez une copine. Je présente ma copine. Elle s'appelle Rana. Elle s'appelle Rana. Elle s'appelle Rana. إلا دوزو هي عندها 12 عام لاحظوا إن أنا غيرت بس إيل وإل لكن التصريفات ما تغيرتش لأن إحنا قلنا الإيل وإل والاسم المفرد بيساوي بعض في التصريف إل سابل غنى إلا دوزو إلا تغوى فغير إلا تغوى فغير إلا, توفر إلا, توفر إلا, إن إلا إن إلى فغير إلا إنسر إلا إنسر إلي تلاف إلي تلاف إلي تلاف إلي سمبا إلى سامبا إلى سامبا جبريسون ماكوبين أقدم صديقتي رفيقتي صاحبتي إل سابل غنا هي اسمها رنا إلى دوزا هي عندها اثناشر عام إلى تغوا فغير عندها ثلاث إخوة إلى إن عندها أخت إلى هي طالبة أو تلميذة إلى سامبا هي لطيفة

فيرب avoir يمتلك او عنده فيرب اتر اللي هو يكون مع الاعداد طبعا والارقام عشان اتكلم عن العمر ادي ثلاث افعال شوف كونوا كم جمله وبغير بس الضمير بدل جو أخلي ايل أخلي ال يبقى سؤال بغيزونت ازاي تقدم نفسك ده كده بالنسبة لتقديم النفس هناخد بعض الأصوات نضيفهم على الأصوات بتاع المرات السابقة كده أول حاجة نشوفها كده اه انج انج زي الانجليش بالظبط اي ان جي تتنطق انج زي كامبينج 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 بينج السي اش تتنطق شين عادية شير 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 البي اش تتنطق اف فوتو 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 التي اش تتنطق تي زي تي اللي هو الشاي يعني مات اللي هي رياضة ما اقولش ماس آه يبقى تنطق زا ذا ولا ثا زي الانجليش لا تتنطق تي عادي خالص تي اش تتنطق تي يبقى تي مات يبقى بينج شير فوتو تي أه بعض السيتياسيون اللي هي المواقف تمام او هناخد موقف زياده عن المواقف اللي احنا كنا خدناها خدنا احنا قبل كده التحيه تمام وخدنا الوداع تمام هنشوف وخدنا الاعتذار هنشوف برضو هنا بوغ دي موندي لي تاد سونتي عشان تسال عن حاله الصحيه بوغ دي موندي لي تاد سونتي عشان تسال حال حد عن حاله عن صحته انت عامل ايه انت كويس ايه اخبارك تمام راح اقول له كده كومون صبا كومون صبا كومون سافا كيف حالك؟ أنت كويس؟ أنت بخير؟ كومون سافا كيف حالك؟ كومون سافا طب هو يرد عليا تمام ولا نسيب الرد أهو تمام ممكن أقول كمان كومون تيڤا كومون تيڤا كومون تيڤا هي نفسها كيف حالك؟ لو حد كبير برضو ممكن أقول له نفس الكلام كومون سافا وممكن أخاطبه بالضمير بو أقول له كومون فوزاليه كومون كيف حال حضرتك؟ يبقى كومون سافا كومون تيفا كومون فوزالي كيف حالك أو كيف حال حضرتك كومون سافا كومون سافا كيف حالك ده بور دي موندي لكي تسأل عن دي موندي يعني تسأل إيطا دي سونتي حالة الصحة وبور يعني لكي طيب عايزين نرد على ده حد قال لي كومون سافا أو, أو كومون تيفا أو كومون فوزالي وأنا عايز أرد عليه اه يبقى الحاله دي بقى بيقول لي ايه لكي تعطي عشان تقول ليتا <applause> دو سونتي حالتك الصحية عشان ترد على السؤال تولي سافا بيان ميرسي سافا ميرسي أنا كويس شكراً سافا بيان ميرسي شكراً سافا بيان ميرسي طب لو أنت تعبان تولي سافا مال لا الحالة مش كويسة سافا مال أنا تعبان الظروف مش كويسة سافا مال تمام طب لو انت كده وكده يعني لا انت كويس ولا وحش بين البنين زي ما بنقول كده اقول له ايه صباكم سيكم صا صباكم سيكم صا كده وكده يعني تمام ماشي الحال يبقى صبا بيان ميرسي انا كويس تمام صبا ما لا مش كويس صباكم سيكم صا يعني ماشي الحال او اهو يعني ماشيه تمام؟ يبقى كومون صبا اتعلمنا النهارده موقف السؤال عن الحال. تمام؟ نيجي بقى لفقرة الديفوار بتاعنا الواجب، زي ما قلنا الواجب هنعمله فين؟ في التعليقات، تمام؟ تحت الفيديو. خلاص؟ الناس اللي هي بتبقى واخدة الرابط من الفيس. <applause> تمام أحيانا بيبقى عايز يعلق يعني بيقول له تسجيل وكده لا أنت مش محتاج تسجيل هو أنت بتطلع فوق في ثلاث نقط على الشمال تمام فوق كده خالص لو ضغطت عليهم هتلاقي المشاهدة على اليوتيوب تشاهد على اليوتيوب على طول تكتب تعليقك يعني تمام ده لو إيه اللي جيت صعوبة في التعليق ماشي تمام اه في التعليقات تحت بقى نكتب إيه تعليقات الناس المشتركين في القناة هيبقى إيه سهل عليهم على طول التعليق طيب إحنا عندنا خمس أسئلة كده تمام هنجاوب عليهم في الواجب، أول سؤال بقولك: شو هزيل بون اختار، أمل سون ودان اختيارات إيم إيم إيم، تمام، إنت تكتب لي واحد وتكتب لي الاختيار الصحيح، تمام، أو تكتب الجملة وداخلها الاختيار الصحيح براحتك يعني، جنى إيه هبة فرونسي، باغل باغلو باغل. جو ما فامي جو ما فامي انا اسرتي ام احب بريزونت اقدم ام احب تمام نو لو بروفيسور نحن المدرس ايكوت ايكوت ايكوتو ام لو شوكولا تمام شوكولا هنا حرف سي يعني تمام tamam. في اس زياده إيل ولا إل ولا فو خلاص إيل ولا إل ولا فو خدوا بالكو يبقى أدي كده أنا هكتب واحد والاختيار أو أكتب الجملة وداخلها الاختيار الصحيح براحتك أدي الخمس جمل بتوع الدفوار بتوعنا الواجب يا ريت كلنا وكل اللي بيشاهدنا يعمل الدفوار في التعليقات تمام وانا على الستوري يعني في الواتس الناس اللي بتتابعني بنزل شكر للناس فعلا اللي هي ايه بتحل الاجابات الصحيحه وبرضو لو في خطا بنصححه معاكم تمام وبرضو يعني المرة الجاية هيحلو معاكم لو في أي مشكلة لقيتها عند حد أو حد عنده استفسار ممكن في التعليقات يكتبولي لي تمام يبقى أمل صنفغير أمل أخوها والفعل يحب هنا جانا يحبه والفعل يتحدث فرنسية اللغة الفرنسية جا أنا وما فامي يعني أسرتي والفعل يا إما يحب يا إما يقدم أو يحب شو بقى التصريف المناسب اختاره نو تمام نحن المدرس والفعل يسمع هنا ايم لو شوكولا وعايز الضمير المناسب في نقطة فيهم فيها تفكير كده تمام هتفكروا فيها شوية او هتحيركم شوية لكن يعني بجزء من التفكير هتوصل الاجابة فيها خلاص ارجو ان الناس يعني تجاوب على الدوار كلها خلاص يبقى ايه الدوار منسبوش وفي التعليقات تكتبوا الحصة القادمة حصة كذلك غنية كل حصصنا هتبقى حصص غنية بالمعلومات تمام وبتقدم لكم جديد وبتضيف لكم إضافات نشوف كده هيبقى فيها إيه هنتعلم فيها vocabulary. اه كلمات جديدة تمام يبقى أنا عندي هيبقى في كمان عندي بعض الكلمات الجديدة كمان هيبقى في عندي صو أصوات جديدة عندي جرامير قواعد تانية عندي بعد كده للنومبر هنكمل فيها الأعداد ده كده بالنسبة لي الحصة الجاية إن شاء الله ويعني نشوف كمان ناخد إيه فيها أرجو إنكم كلكم تتابعوني اللي برضه لسه ما دعمش القناة تمام يا ريت إحنا بنرجو نرجو منكم كلكم دعم القناة لأن القناة تكبر إن شاء الله بكم تنشروا القناة على صفحاتكم ومع أصدقائكم ومع كل اللي تعرفوه وكل اللي يحتاجها من طلاب تمام المرحله الثانويه احنا يمكن بادئين دلوقتي مرحلة التاسيس لكن ان شاء الله يعني قدام شويه هنبدا كمان مع تانية وثالثه سنوي. تمام في دروسهم فارجو ان الكل يتابعني ان شاء الله يعني هتبقى قناه مفيده للجميع ارجو ان يكون علم ينتفع به وتكون يعني ان شاء الله في ميزان حسناتنا وتكون دليل لكم ومساعد لكم للتفوق والنجاح ان شاء الله من قناتنا قناه أوائل اللغة الفرنسية لمسيوم منتصر من حيكم كلكم اتشرف بكم كلكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغباغ